طيب الفرائض قلنا لا يقبل فيها التعاون، تنظر إلى زميلك، هو استفاد، أنت ما استفدت شيء، خلاص الشيخ. طيب الآن رجعنا لشروط البنت، أصبحت هنا تأخذ النصف، بنت الابن قال تأخذ السدس عند عدم المعصب ابن ووجود بنت واحدة لها النصف، الأم تأخذ السدس لوجود فرع وارث، أم الأب لا ترث في وجود الأم صفر، عم شقيق يأخذ الباقي. مسألتنا من 6-3-1-1-0-1. يا شيخ لا تكلم، مفهوم يا أخي الشباب؟ نحن الآن تقريبا انتهينا من 75% من الفرائض. أهم شيء هذا اللي أخذنا أصحاب الفروض، إذا ضبطت أصحاب الفروض الباقي ترى كله سهل صدق. الآن هذا اللي أخذناه 75% من الفرائض، باقي أشياء يسيرة سهلة، لمسات خفيفة بس. أجلس. طيب اليوم إن شاء الله نأخذ درس يسمى التعصيب، يسمى التعصيب، أخذناه من قبل، هذا العاصب اللي يأخذ الباقي، الآن نريد نفهم من الذي يأخذ الباقي. في سورة يوسف عليه الصلاة والسلام قالوا ونحن إيش؟ عصبة، يعني إيش؟ رجال. فالعاصب دائما ذكر، هذا العاصب يسمى العاصب بنفسه، العاصب بنفسه ذكر، لأنه قالوا ونحن عصبة، ويقال من العصابة التي تعصب على الجرح ولا الدماغ، مفهوم؟ أو من عصابة إيش؟ اللصوص. اترك الكتاب، شيل منه كتاب يا شيخ وليد، شيل منه كتاب. طيب إذن عندنا أنواع العصبة 3، عاصب بنفسه وعاصب بغيره وعاصب مع غيره. العاصب بنفسه هم جميع الوارثين من الذكور، كم عدد الوارثين من الذكور؟ عدا الزوج والأخ لأم، يبقى معنا كم؟ إذن كل الوارثين من الذكور عدا الزوج والأخ لأم، هذا كلهم عاصب بنفسه. جميع الوارثين من الذكور عدا الزوج والأخ لأم. من النساء يوجد عاصب بنفسه؟ قلنا لا، إلا واحدة المعتقة. إلا من؟ المعتقة. إذن المجموع كم؟ الله أكبر، 13 رجل ومن النساء فقط. وليس في النساء طرا عصبة، لا يوجد عاصب في النساء، يعني مو ممكن أنا آتي أتعدى على الشيخ صالح بالضربة أو بأي شيء من هذا، أو أخذ السيارة مثلا، ها، ويروح ينادي النساء، صح؟ ينادي من؟ ينادي الرجال. إلا الذي منت بعتق الرقبة، لأنها صنعت ما يصنع الرجال بالعتق. وليس في النساء طرا أو حقا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. إذا لو سألك سائل قال العاصب بنفسه كم عددهم؟ 14. جميع الوارثين من الذكور عدا الزوج والأخ لأم، ومن النساء المعتقة. انتبه معي الآن، انتبه يا الشيخ، اترك الكتاب. شوف مسألة فيها ابن أخ شقيق، أخ لأب، عم شقيق، عم لأب، ابن معتق، وابن أخ شقيق. ما شاء الله، من يرث في هؤلاء؟ الابن. 1-0-0-0-0-0-0. عندنا ترتيب العصبة من أقرب وأبعد؟ قال أول شيء البنوة وبنوهم، ثم الأبوة والجدود، ثم الأخوة وبنوهم، ثم العمومة وبنوهم، ثم الولاء العتق. مفهوم يا شباب؟ أعيد. إذن أخذنا الآن العاصب بنفسه كم؟ 14. جميع الوارثين من الذكور عدا الزوج والأخ لأم 13، ومن النساء المعتقة. إذا اجتمعوا من نقدم من نؤخر؟ أول شيء قلنا إذا يوجد صاحب فرض تعطيه فرضه. مثاله، انتبه يا أخي، جيك مسألة فيها أخ
لأم، أخ شقيق، أخ لأب، عم شقيق، عم لأب. أول شيء تنظر في من؟ أصحاب الفروض. يوجد صاحب فرض من؟ أخ لأم سدس. ثم ننظر الباقي نعطيه من؟ قلنا أول شيء البنو وبنوهم ما يوجد، الأبو وبنوهم ما يوجد، الأخوة نعم، أخ شقيق أقرب أو لأب؟ أخ شقيق هو له الباقي. وهؤلاء مع السلامة. زوج وأخت شقيقة وأخ لأب وعم شقيق ومعتق، تمام. الزوج يأخذ أخت شقيقة النصف، مثلا من اثنين نصف، بقي شيء. وخاب عاصب لدى الإتمام، خاب يعني ما خسر، ما له شيء، مفهوم؟ انتهت المسألة. إذن أول شيء تعطي أصحاب الفروض، وما بقي فلأولى رجل ذكر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أخذنا إذن العاصب بنفس، افتح الكتاب أنت فقط، لا أحد، شوف العاصب بنفسه عليها تمارين وحدها أظن، والله أعلم. إذن العاصب بنفسه 14، 13 من الذكور ومن النساء المعتقة، والتقديم والتأخير قلنا البنوة وبنوهم، ثم الأبوة والجدودة، ثم الأخوة وبنوهم، العموم وبنوهم، ثم الولاء، خمسة درجات. طيب إذن أخذنا العاصب بمن؟ واحد، انتهينا من العاصب بنفسه. الآن نأخذ العاصب بغيره. أخذنا، كيف ما أخذنا؟ أخذنا البنت، يعصبها من؟ من يقول أخوها ذا؟ من اللي يقول أخوها؟ قلنا ما نعتبر أخوها وكذا، إحنا القرابة لمن؟ للميت. البنت يعصبها من؟ واحدة واحد، البنت يعصبها الابن، بنت الابن يعصبها ابن الابن، ما تقول أخوها ولا ابن عمها، تقول ابن الابن، صح؟ بنت ابن ابن يعصبها ابن ابن ابن، صحيح، تمام. الأخت الشقيقة يعصبها من؟ الأخ الشقيق. الأخت لأب يعصبها من؟ الأخ لأب. بنت الأخ الشقيق يعصبها من؟ بنت الأخ الشقيق يعصبها من؟ لا حول، أنت ما درست فرائض؟ بنت الأخ الشقيق وارثة؟ ها وارثة؟ كيف تقول يعصبها؟ أي شيء ترد عليه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب، مفهوم الشيخ؟ إذن أربع، العاصب بغير كم؟ أربعة فقط. الابن يعصب البنت، ابن الابن يعصب بنت الابن، سواء في درجة أو بنت ابن 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 يعصبها، تمام. الأخت الشقيقة يعصبها الأخ الشقيق، الأخت لأب الأخ لأب، بنت الأخ الشقيق ما يعصبها أحد أصلا، لا ترث بنت الأخ الشقيق بنت الأخت لأم، لا، غير وارثين هذول، مفهوم؟ إذن عاصب بغير كم؟ أربعة فقط، خلاص انتهينا. بقي معنا نوع واحد من التعصيب، العاصب مع غيره. كم بقى على الصلاة يا شيخ صالح؟ 10 دقائق، أعطونا 3 دقائق. العاصب بقي معنا، أخذنا العاصب بنفسه 14، والعاصب بغيره كم؟ أربعة، تمام. العاصب مع غيره سهل جدا، الأخوات مع البنات عصبات، هذه القاعدة، الأخوات مع البنات عصبات. اترك الجوال يا الشيخ، انتبه معي يا الشيخ. جاءتنا مسألة فيها بنت وأخت شقيقة، ايش تأخذ البنت؟ النصف. هل الأخت الشقيقة تأخذ النصف؟ من يقول السدس؟ في أصحاب السدس في أخت شقيقة فأكثر؟ يوجد؟ لا يوجد، تمام.
ايش القاعدة تقول؟ الاخوات مع البنات او بنات الابن عصبات. اذا اخت شقيقة ايش تأخذ؟ الباقي عصبة مع الغير. لكن مسألة من اثنين، واحد واحد. لو جاء هنا مثلا اب، هل ترث الاخت شقيقة؟ لا، هو اللي يأخذ الباقي، هي لا تأخذ شيء. مفهوم؟ تمام. مسألة اخرى، ثلاثة بنات ابن وأربعة أخوات لأب، ثلاث بنات ايش يأخذ؟ ثلثين. تمام. طيب، هل الأخوات لأب يأخذن الثلثين؟ لا. السدس؟ لا. ايش القاعدة تقول؟ الأخوات شقيقات أو لأب مع البنات عصبات يأخذن الباقي. إذا مسألتنا من ثلاثة اثنين والباقي واحد، سهل جدا. أعيد من جديد، إذا اليوم أخذنا التعصيب وقلنا العصبة ثلاثة أنواع: عاصب بنفسه، وعاصب مع غيره، وعاصب بغير. بغير غير الذكر الأنثى، الابن يعصب البنت، ابن الابن يعصب بنت الابن، أخ شقيق يعصب أخت شقيقة، أخ لأب يعصب أخت لأب، ابن أخ شقيق يعصب. طيب تمام. وآخر شيء أخذنا الأخوات شقيقات أو لأب واحدة فأكثر مع البنات واحدة فأكثر أو بنات الإبن عصبات. حلوا لي المسائل، وبهذا انتهينا من الفروض والتعصيب ولله الحمد. يلا بسم الله، بعد المغرب نكمل إن شاء الله.